المفاهيم الأساسية لتكوين الصورة، بصورة مبسطة، الصورة تتكون من two dimension x y، مثلا هذه الصورة التي أمامكم، هذه الجراي سكيل. الجراي سكيل عندما نشاهدها بالعين المجردة نجد هذه التفاصيل، ولكن الحاسوب هل يراها بهذه التفاصيل؟ لا، يراها بتفاصيل أكثر، يعمل على تحويل هذا البكسل إلى قيم صفر وواحد. من التدرجات الأبيض والأسود وما بينهما من الرمادي التي تقع بين الصفر والواحد. لذلك الكمبيوتر الحاسوب لا يفهم هذه الصور، يفهم البكسلات، يفهم أرقام. وعندما ننظر إلى الصورة الـ3D فإنه ينظر إلى ثلاثة طبقات، بدل أن ينظر إلى طبقة واحدة سوف ينظر إلى ثلاث طبقات، ينظر إلى الـX والـY والـZ. البلو والجرين والريد هي التي تخلق هذه الألوان الأخرى بنسب معينة. على سبيل المثال، لو مزجنا نسبة معينة من الريد ونسبة معينة من الجرين ونسبة معينة من البلو تنتج لنا لونا آخر. هذه الألوان تميزها الحاسبة على اعتماد على البكسل. البكسل يحول إلى أرقام ماتريكس. إذن مختصر مفيد أنه الصور هي عبارة عن ماتريكس. نقدر أن نقول أن الصور هي عبارة عن مصفوفات. الحاسوب يتعامل مع الصور على أنها مصفوفات. كل الأشياء التي تعلمناها عن المصفوفات بإمكاننا تطبيقها على الصور. هذه بصورة مختصرة للمفاهيم الأساسية لتكوين الصورة.